بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المشاريع المباركة الكريمة التي تقوم بها هيئة أعمال خيرية مشاريع الأسر المنتجة. واليوم نحن أمام مشروع تمليك الأغنام لهذه الأسر، أسر الأيتام خاصة، تقوم هذه الأسر بتربيتها بحيث تكون هذه الأسرة معتمدة على نفسها في توفير المستلزمات الحياة اليومية. اليوم أمام ثلاث أسر من الأيتام، بيملكهم كل أسرة 5 من رؤوس. فرحة الأيتام لا يساويها أي شيء، فالقلوب المكسورة من ألم الغياب ومن ظروف الفقر والحاجة يجبرها عطاء المحسنين. فهنيئا لكل من ساهم معنا في مشاريع الأسر المنتجة وكفل أيتام قرقيزيا وبدل حزنهم فرحاً.